اهلا وسهلا بحضراتكم. جهود كبيره بذلها صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي لمكافحه تعاطي المخدرات بين العاملين في الدوله، واستعرضت الدكتوره نيفين قباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره صندوق مكافحه وعلاج الادمان وكمان التعاطي تقرير عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وتم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 شهور من عام 2023. الجميل كمان أن النسبة وضحت أن حصل انخفاض بنسبة التعاطي إلى 7% بعد ما كانت 8% في بداية حملات الكشف واللي بدأت في عام 2019، وأنه تم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون. عشان نعرف تفاصيل أكتر بينضم إلينا الزميل والكاتب الصحفي مدحت وهبة، واللي طبعا منورنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ مدحت ومنورنا. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. مساء الفل عليك، وعاوزين في البدايه توضح لنا اخر نتائج الحملات اللي كانت طبعا تم يعني الاعلان عنها مؤخرا. خليني اقول لك الحقيقه، لما بدا صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق في الكشف على العاملين في الجهاز الرئاسي للدوله، الحقيقه كان ده في 2019، وكان بتوجيهات من القيادة السياسية ان يبقى في بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة. ولما بدأوا الكشف الحياة كانت نسبة التعاطي في ذلك الوقت كان حوالي 8%، وكانت نسبة الحياة مخيفة، وما كانش في رضع ولا كان في رضع وعقاب للموظف اللي هو ما اطمن ان هو يتعاطي المواد المخدرة. فمن هنا بدأ التفكير في قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات. بعد ما صدر القانون حقيقة لما صدر في مبادرة 2021، وكان من فلسفة هذا القانون في ميعاد فترة السماح 6 أشهر قبل تطبيقه لأي موظف عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة، يحق له أنه يتقدم للعلاج قبل تطبيق القانون ويتم علاجه مجانا وبسرية تامة، وبنأكد علاجه مجانا وبسرية تامة ولن يقع تحت فائلة القانون. طيب بعد تطبيق القانون إيه اللي حصل؟ تطبيق القانون بدأ في يناير 2022. حتى بعد تطبيق القانون كان من فلسفة هذا القانون كمان انه يعطي الموظف واجباته، وحتى في اللحظة اللي انا بكلمك فيها حتى الان يستطيع الموظف انه هو يتقدم للعلاج برضه من خلال الخط الداخلي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان اللي هو 16023، وان هو يحصل على كافة الخدمات العلاجية مجانا وسرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون. الحقيقة الدولة بتمد ايديها لاي موظف عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره ان هي بتوفر له كافه الخدمات العلاجيه مجانا وبسرعه تامه. والحقيقه كمان انت مصر من الدول النادره اللي هي بتوفر مثل هذه الخدمات اللي هي عالية التكاليف وبرضه مجانا لمرضى الادمان من خلال 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظه حتى الان. بجانب مش بس كده، كمان الحقيقه ان جاز كمان الاعداد في انشاء 4 مراكز علاجيه جديده منهم مركز الشرقيه واخر في محافظه دمياط، وهذا المركز اللي هيبقى في محافظه دمياط الحقيقه من ضمن يعني القرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بجانب ان هيبقى فيه مركز في سوهاج ومركز في اسوان. مش بس كده، كمان ده تم انشاء مركزين جدد، واحد في محافظه سيناء وده هيبقى مناره لاهالينا في الصعيد. هذا المركز هيوفر كافه الخدمات العلاجيه لاهالينا في الصعيد للمرضى الادمان، بجانب كمان مركز في محافظه الجيزه وبالتحديد في منطقه امبابه. وكمان عايز اكد على ان المركز اللي هيكون في منطقه امبابه هذا المركز يعد الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، ان هيبقى في قسم لعلاج مرضى الادمان من ذوي الهمم، بجانب هيبقى في قسم لعلاج الفتيات وقسم ايضا لعلاج الشباب. هذه المراكز كمان اللي بكلمك عليها الحقيقه بتعالج وفقا للمعايير الدوليه، بمعنى هي مش بس بتوفر العلاج لمرضى الادمان وتقتصر على سحب السموم من مريض الادمان، بل بتمتد الى وجود خدمات التاهيل النفسي، حتى كمان خدمات التاهيل الاجتماعي، مش كده كمان ده حتى خدمات اللي هي التمكين الاقتصادي، بمعنى ان فيما يتعلق بغير العاملين اللي هم المرضى العاديين ان هي بتوفر ليهم كمان تدريب على حرف بيحتاجها سوق العمل داخل هذه المراكز، وكمان ايضا بتمول مشروعات للمتعافين اللي هم مش موظفين في اطار اللي هي تساعدهم على يعني ايجاد مصدر رزق، وده بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي. فبتقدم مجموعه خدمات متكامله الحقيقه وزاره التضامن الاجتماعي ممثله صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وكل ده بيقدم للمصنع مجانا وبسريه تامه. طيب لو جينا نتكلم عن لو في عدد من العمال اللي تقدموا بالفعل للعلاج، في احصائيه رقميه للعدد ولا ما فيش ارقام معلنه بشكل رسمي؟
بالفعل خلال الفترة اللي فاتت منذ تطبيق القانون تقدم أكثر من 17,000 موظف طالبين العلاج، بيتم اعتبارهم مرضى، بيتم توفير كافة الخدمات العلاجية ليهم مجانا بسرية تامة، وبنأكد بسرية تامة ولن يبقى تحت طائلة القانون. أي موظف عنده مشكلة ممكن الدكتورة نجيل الخطاج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق جددت الدعوة خلال الأيام الماضية إن أي موظف عنده مشكلة مع تعاطي المخدرات حتى بعد تطبيق القانون، حتى خلال اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي، يحق له إن هو يتقدم للعلاج من خلال الخط الداخل 16023 ومجانا وبسرعة تامة. أهم حاجة إن هو يتقدم من تلقاء نفسه. أما إذا توجهت لجنة الكشف إلى مقر عمل الموظف وتم الكشف عليه وتبين أنه يباشر عمله تحت تأثير المخدر، هنا يتم طبعا تطبيق القانون ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. اما اذا بادر الموظف من تلقاء نفسه وتخطى من العلاج، بيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وبسريه تامه. طب ده كلام مهم جدا جدا استاذ مدحت وهبه الكاتب الصحفي في اليوم السابع، وبشكرك على توضيحه للساده المشاهدين عشان كل واحد يبقى عارف ازاي يقدر يتعامل مع هذه الجزئيه وازاي هيتم التعامل معاه اذا هو بادر بنفسه علشان يلجا الى العلاج. بشكرك مرة تانية لوجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي طبعا في علاج طبعا عدد من العمال الذين يعانون من الإدمان، أو إزاي أنها بتساعدهم في العلاج طبعا للراغبين اللي بتقدموا بنفسهم، والحملات أيضا اللي بتقوم بها من أجل وضع حد هذا المرض الخطير. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.